جولة صحفية مع أبرز أخبار المملكة العربية السعودية، نستهلها مع مجلة سيدتي التي عنونت: ثلاث سعوديات يخطفن الأضواء في مهرجان كان السينمائي. وفي التفاصيل، خطفت ثلاث شابات سعوديات الأضواء في الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي، إذ ظهرنا بإطلالات مميزة في الحدث العالمي. وخطفت الممثلة نور الخضراء الأنظار بإطلالتها الجريئة باللون الأسود. أما المخرجة والممثلة فاطمة البنوي فأطلت بفستان غير مألوف من سعيد قبيسي باللون الأبيض والأسود. كذلك لاقت ميلا الزهراني تفاعلاً كبيراً خلال حضورها المهرجان، إذ تألقت بفستان منفوش برتقالي اللون. أما الشرق الأوسط فلفتت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمس 14 أمراً ملكياً يقضي بإعفاء وتعيين وإحلال مسؤولين في عدد من المناصب في مختلف الوزارات والهيئات. وشملت الأوامر إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يكون الوزير عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله. وفي حالة غير مألوفة، نشرت صحيفة سبق خبراً عن منازل بلا كهرباء لساعات بسبب انفجار بالمحطة في مكة. ووفقاً للصحيفة، فقد انقطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل بمكة في مخطط 2 بالشرائع بعد انفجار بمحطة كهرباء تسبب في حدوث عطل وانقطاع الخدمة. وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن قوات الدفاع المدني تواجدت بموقع الحادث برفقة طاقم الطوارئ والجهات ذات العلاقة وتمكنت من إخماد الحريق. واستمرت شركة الكهرباء في معالجة العطل وتمكنت من إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي. نختم مع الحرة التي عنونت: لبنان ضبط مخدرات مع مواطن سعودي بحوزته أوراق أمنية كويتية. وفي التفاصيل، نشرت الوكالة الوطنية للإعلام بياناً أصدره المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي حول ضبط المخدرات. جاء فيه: تمكنت القوى الأمنية من إحباط محاولة تهريب نحو 18 كيلوغرام من حبوب الكبتاجون إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحرير الدولي. وقال مولوي إنه من خلال التحقيقات الأولية تبين أن الموقوف سعودي الجنسية وهو مقيم في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية.